السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه يسعدني مجددا ان اشوفكم آه عقل الرجل وعقل المراه موضوعنا لهذا اليوم آه بالمبدا للرجال نمط معين في التفكير وللنساء نمط اخر كعقول في اختلافات تكوينيه تشريحيه طبيا يعني وفي اختلافات وظيفيه كيف نستخدم عقولنا او كيف نحن معودين عقولنا على الاستخدام قد نختلف وقد نتفق على بعض التفاصيل اللي هي عادات لكن ما سنتحدث عنه اليوم هو علم يعني رح نحكي أغلب الرجال عقولهم كيف تكون وأغلب النساء عقولهم كيف تكون دائما لكل قاعدة في علم النفس استثناءات فممكن تشوفوا بلحظة معينة أنه في مرأة أخذ بعض الصفات الرجولية أو الذكورية والعكس صحيح تشوفوا أحيانا شاب أو رجل أخذ بعض الصفات الأنثوية أيهما أفضل أيهما أقوى أيهما ينجح في مكان دون آخر اليوم رح نحكي عن كثير تفاصيل تمنى أن تكون مفيدة وشيقة بالمبدأ خلونا نعالج قبل ما ندخل على كل الموضوع آه نص موروث آه يناقش بمصداقيته فعلا من حيث أنه هل هو فعلا نص صادر عن عن نبي أو عن إمام هذا النص ينسب إلى رجلين ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وينسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام دلتنين. يقول هذا النص النساء ناقصات عقل ودين بس الشباب ابتسموا هالمرة بالفعل <applause> ناقصات عقل ودين هذا النص مقبول غير مقبول يعالج هل هو بالفعل صادر عن مصدر حقيقي انه عن هل هو منقول تاريخيا بشكل نقي له معنى اخر بعض الاشخاص بيروحوا انه تعالوا يا في له معنى طبعا نناقش هلا شوي نظرة الدين تجاه المرأة طالما عم نحكي عن عقل المرأة اليوم في كثير من المرويات اللي بتكون مرويات غير مقبولة وبعضها بيكون شديد الصرامة المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها هذا هي حديث مروية لكن مصداقيتها من عدمها ينبغي أن تكون تحت مباضع الجراحة فعلا لأنه هي تثقل واقعنا اليوم مجتمعنا وبيئتنا هذا الحديث من حيث صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله أو عدم صدوره في نقاش جدي يعني في بعض الأشخاص بعض المحققين في علم الرجال أن الرجال الأشخاص اللي بينقلوا الرواية من جيل إلى جيل بعض المحققين بيقولوا هذا أصلا لم يصدر عن النبي ما في هيك حديث بيكون حدا انه يمته مرته يوما ما بلا عشاء او اللي معه شي فصل كب حديث معين في التاريخ قال قال رسول الله وبيمشي الى يومنا هذا وبصير حاله مجتمعيه انه خلص اذا مراه عصبت او انفعلت او ساءت السياره انه ما بينعتب عليها كثير ما هي مراه شوفوا هيك في مجتمعنا صحيح هلا خليني بعدني عم بعرض بس رح ارجع دافع البعض يحلل ويفسر يقول ناقصات عقل يعني شهادتهم شهادة الرجل بامرأتين مع أنه اليوم يعني في كثير أبحاث متقدمة في صناعة الفقه عن أنه لا كانت شهادة رجل بامرأتين حسب الظرف الاجتماعي وهل يمكن اليوم تعديل هذا الحكم أم لا وناقصات دين أنه في عندها وقت شهري معين لا بتصلي فيه لا بتصوم فيه فهي ناقصة دين بحللوها بهذه الطريقة اسمحوا لي أنا يكون حاد شوي بالموضوع لأن كمان عندي تخصص في هذا المجال بطريقة سخيفة جدا النصوص التي تمتهن المرأة لم تعرف المرأة يعني نكاد نجزم في لحظة معينة من حيث, من حيث الذكاء إذا عم نحكي عن العقل فقط ما عم نقول ناقصات عقل اليوم رح نوصل إلى نقطة يتوضح فيها أن المرأة كائن أذكى من الرجل في أماكن معينة عجبتك هيدي؟ أذكى من الرجل في أماكن معينة والرجل أذكى في أماكن أخرى فالاتهام بنقصان عقل المرأة اتهام بالفعل مجحف لا تقبله لا أرض ولا سماء ولا شريعة ولا حالة مجتمعية راقية ممكن نتحايل على النص هلا نقعد نلعب فيه ممكن بس هذا تحايل إلى حد ما شكلي صوري لا قيمة له النص في شك بصدوره وفي شك بمضمونه نحن إلى اليوم نعالج النصوص من خلال مضمونها النصوص التي تمتهن المرأة لم تعرف المرأة والدين بالفعل الدين كمنظومة وضع لأنه يعرف الرجال والنساء لا يمكن أن يكون قد صدر عنه مثل هذا هذا من حيث المبدأ فالمجتمع اللي نحن فيه نحن أولاده أن المرأة ناقصة عقل هذا مجتمع يعني متخلف ينبغي أن نسعى جميعا لتغيير هذه النظرة والحمد لله نحن أبناء جيل اليوم عم يحاول يعالج هذا الموضوع بطريقة ما هذه النقطة الأولى أنا حبيت نفوت فيها كمدخل قبل ما نروح للجانب التحليلي النفسي هنا وهناك. برأيكم مبدئيا أيهما أقوى بالفعل عقل المرأة ولا عقل الرجل؟ ولماذا؟ حسب بأي جانب؟ كيف يعني؟ فين نوصل الميكروفون لأحمد؟ اللي كنت عم أقوله إنه ما فينا نقيس أي أقوى بشكل عام. لانه في جوانب كثير مختلفه حتى بموضوع العلم ما بيقول انه في هيدا هون نقطه هيدا هون اقوى اه لا يعني لأنه يمكن ان تكون المراه اذكى من الرجل احيانا بمجالات معينه بطرق ممكن بنفس المجال بطريقه مختلفه عن الرجل ايه تكون اذكى وممكن بهذه اللحظه نسلمها قياده المنزل مثلا في محلات اذا بتسلمها للرجال بتكون عم طول طيب <applause> يعني مش مش دائما شيء ثابت لك جمهور لك جمهور <applause> بتشكرك وحده من الصبايا ممكن بتشكرك وحده من الصبايا ممكن تشاركنا رايها أه، تفضلي بدك توقفي بس السلام عليكم عليكم السلام آه، بالنسبه للفرق بين عقل المراه وعقل الرجل هلا بالمبدا العام اكيد كل حدا اقوى بمطارح معينة، بس مبدا العام آه، عقل المراه بفكر او طريقه الذكاء تبعته بالتفاصيل بالتفاصيل اي اما عقل الرجل بالنتيجه اها يعني التركيز مثلاً عقل الرجل بالنتيجه اكثر من التفاصيل المراه طريقه تفكيرها دائما باي موضوع إن كان بالحياه تمشي بالتفصيل من الاول للنهايه باي تفصيل بسيط فيه او او معقد، اما الرجل بهمه النتيجه بس، طيب. يعني مثلا 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 ابسط مثال ابسط نعم. مثال هو تحضير الاكل م -م. أنا المراه بدي كذا بدي كذا بدي كذا عندي هالوقت بدي اعمل كذا، المهم اجي الاقي الغداء جاهز مثلا الرجل اه بياخذ طيب. الصوره الكليه بين النتيجه بين التفاصيل طيب بتشكرك شكرا جزيلا <applause> عم تقول انه المراه ابرع في التفاصيل والرجل عنده منظور كلي هول الرأيين قيمين وثمينين بالفعل خلونا نحن عملنا تجربة طلعنا على الشارع وسألنا مجموعة من الأزواج والزوجات في بعضهم كان زوجته معه في بعضهم زوجته مش معه إن شاء الله ما تحضروا <تصفيق> <تصفيق> لما يطلع عن رأيه بعقل المرأة أو رأيها بعقل الرجل خلونا نسمعهم شو حكوا وبنرجع نستكمل نقاشنا ونفوت بالجانب العلمي من الموضوع كسل وأنانية شوي اذا في زلمه بتتركيه لحاله جمع بتجي على البيت, لقي البيت وهيك. يعني بتلاقي البيت ريحته هيك يعني بتلاقيه بالبيت اوقات يمكن لمبه ما بيعرف يغيره الرجال فوضوي انا بعرف من حالي ومن خيي من اولاد عم من كله المره بدلنا منظم يعني كسول اكثر من لازم ايه لا غالبا الراجل انظم اكثر منظم من المره <applause> المرأة بتتذكر أكثر من الأسرة لما يصير في مشكل بتستحضر لك مثلا حادث صار عمره 20 سنة بتقول لك تتذكر يوم كذا شو عملنا لا المرأة ما بتنسى شيء حبيبتي ما بتنسى شيء إحنا بننسى المرأة ما بتنسى شيء وصيعة كم من غرض بالبيت بجيب واحد <applause> <applause> بستحي اقول انه المراه بتحكي كثير يعني أكتر بتعبر بشكل مفصل أكتر <applause> تسأل أكثر بدها تعرف أكثر عن جوزة وين كنت وين رحت وين جيت وين كذا رجال بيجي من شغله تعبان ما له خلق يحكي المرأة أول ثلاث سنين بيعلموها من عمرها كيف تحكي وباقي العمر بيعلموها كيف تسكت <applause> 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 اثنين أذكياء بس هلا ألع حاليا العلم عم يتفوق والمرأة عم تتفوق على اثنين في إنه زلمة ذكي وهيك بس مش الكل نسبة الأكثرية للمرأة اثنين يعني حرام هو مرات أزكى مني بشغلات وانا بالشغلات الثانيه بحس حالي اشطر المراه اكثر دهاء لانه تفكيرها بيكون شامل كثير عده مواضيع مع بعضها البعض وبتفكر بعدة مواضيع فبالتالي ممكن تطلع بنتائج غريبه نعتبرها دهاء احنا او مكر او اذا بدك شيء، الرجل بركز بموضوع واحد معين ممكن يحله باتقان اكثر من المراه <applause> بالبيت هو زلمه البيت، يعني صعب تزعليه بالاخر لا صعب الرجال عليه يجيبوا ويحطوا بيت. بس المراه هي القصه كلها الرجال رجال هو بيكون رجال البيت وزلمه البيت عن جد الرجل احيانا بحاجه لحدا يدعمه مش رح يلاقي اهم من المراه وخاصه اذا كان زوجي صالحه انها تدعمه وبتوصله البيت منظومه علاقات بين رجل وامراه مسؤولين عنا اثنينهم كان هذا راي الشارع حول الموضوع حول ذاكره الرجل ذاكره المراه ذكاء الرجل ذكاء المراه وبالاخر ختموها بشكل لطيف انه مش مستغنين عن بعض الجماعه فهذا النموذج الاجتماعي يدل على نقطتين في بعض الامور عن جد الخبره بالحياه تخلينا نفهم الاخر وفي بعض الامور الى عمر متقدم مش عم نفهم الاخر تبقى هناك اشارات استفهام يعني لحتى نموت نحملها معنا عن انه ليش المراه بتعمل هيك او ليه الرجل بيعمل هيك هذا المراه بيكون اكثر من اشاره استفهام واحده للموضوعيه هلا راح نفوت فيهم بشكل علمي تفصيلي، خلونا نعمل مقارنة بعد هذه التجربة الاجتماعية ما بين الرجل والمرأة ونشوف فعليا من الأكثر كفاءة بعدة مجالات. أول نقطة تحسب لمصلحة الرجل أن دماغه أكبر. أيوه هاي الابتسامة العريضة بمحلها. يعني وسطيا كتلة الدماغ حوالي 1400 غرام للرجل وسطيا <applause> على الفاضية <applause> النساء صعب ما يردوا صح <applause> وانا راح راح انتقل لك على ايجابية عند المرأة بس خلينا نحاول نحاول ناخذ يعني شوية طاقة يعني اه شوية امل دماغ الرجل اثقل بنسبة 10 الى 20% ككتلة هاي الكتلة الرمادية كتلة الدماغ 1400 غرام تقريباً بينما دماغ المرأة المتوسط 1300 غرام لكن أنتم اللي ابتسمتوا جميعاً آه هذا لا علاقة له أبداً بالكفاءة بس المهم عندنا نحن دماغنا أثقل حتى الآن كسبنا نحن دماغنا أوزن لكن الكفاءة شيء آخر يعني أنشتاين على سبيل المثال مش أخدوا دماغه وحللوا كثير على هذا الدماغ أنشتاين كان دماغه أقل من متوسط وزن دماغ الرجل يعني قريب للمرأة يعني ما كنت حاب أقول لهذه الجملة أنا بس فعليا هيك الكتلة لا علاقة لها بالكفاءة هاي طيب من حيث المبدأ المهم نحن الكتلة عنا أوزن هاي النقطة الأولى بالنسبة للمرأة شو هيدي ميزة يتعرض دماغ المرأة للشيخوخة بشكل أبطأ من الرجل أيوة أنا أكيد رح تقولي حلو يعني نحن ممكن نخرف قبل نعم انا <applause> في عندي جواب جريء جدا هذا بهمني تسمعوه جميعا كان بيقولوا بعض بيكون بعضه مش مستعمل مش رح لكم وين قاعد الاخ اللي حكاه لانه من عندي شايف انه أحمر وجهه <applause> طيب يتعرض للشيخوخة بشكل أبطأ من الرجل يستطيع دماغ الرجل هذه ميزة يا جماعة أن يصل إلى أدنى مستويات النشاط أيوة أنا هطلع هو اللي ما بيستعمله لا بس بالفعل يستطيع ان تقريبا تقريبا ان يسكن انه ممكن يطلع بنقطه دون ان يفكر هاي رح نحكي عنها تفصيلا المراه كثير صعبه عليها المراه جدا صعبه <applause> ولا تكونوا بالصوره المراه حتى عندما تنام نسبه نشاطها العقلي اكثر من الرجل حتى وقت النوم ولها يعني الله يعطيكم العافيه أنا لازم تكونوا متحمسين للموضوع حتى عندما تنام وترتفع الكفاءه العقليه لما يكون عندها طفل صغير بصير لما تنام على الصوت الخفيف تستيقظ الرجل ممكن يكون عنده ولد يبكي ويشحر حاله ويعيش ويموت وهو نايم لما يفيق خدي ابنك وروح يسكتيه بغرفه ثانيه إذا يستطيع أن يرتاح كليا نظام المرأة له. عقلها لا يستطيع يعني أن يرتاح كليا لها لها مزايا ولها عيوب هذه النقطة بس هذا كتحليل أولي أكثر استعداداً لتعلّم المهارات اللغوية المتعددة يعني ممكن المرة تحكي سبع لغات يعني بصعوبة مقبولة الرجل أصعب بتعلم اللغات هذه ميزة عند النساء أي لغة جديدة بتعلموها أسرع مننا للأسف الشديد أكثر قدرة شوف هذه النقطة عند الرجل حدا حكاها من شوي، الرجل يرى المشاهد الكلية يستطيع ان يرى الحياة دفعة واحدة يستطيع انه إذا طلع مشوار على مكان معين شايف المشوار كله، لوين رحت؟ مشوار مع رفقاتي خلصت راح مشوار مع رفقاته أما إذا الله غضب عليه وسألها لوين رحتي؟ بتقول له فقت تبدأ منين؟ فقت الصبح قلت لحالي بظهر اليوم ولا ما بظهر؟ دقيت لفلانة سميرة ومنيرة وشكيرة و و فلانة قالت ايه ف... يا بنت لحلا شو ظهرتي ولا لا؟ ممكن ياخذ اربع وخمس اسئلة يوصل للهدف اللي بده اياه. اه <applause> فلازم يكون عنده احتراف اسئلة اكثر، لانه المرأة تفصيلية وهذا سيتعلق بعد قليل بنظامها الشبكي. انبساطي إلى أشياء اخر ما له علاقة، عم نحكي فيه ب... بوقته. بس قد يصدق على كليهما انه انبساطي او انطوائي. يستجيب دماغ المراه للمشاعر الحزينه لديه لديها مساحه اوسع لتخزين المشاعر الحزينه. تقريبا ثمان اضعاف مشاعر الحزن لدى الرجل. يعني ممكن تبكي من اللا شيء، بالنسبه لنا من اللا شيء، طبعا هي بيكون عندها احيانا شيء، واحيانا ممكن هي تبكي بدون ما تعرف ليش. بتأيدوني النساء بالموضوع؟ نبكي بدون ما نعرف، أنا في أيدي الحمد لله. بدون ما نعرف ممكن نبكي. طيب هذا رح نحلل تفصيلاً بعد قليل لماذا؟ رح نحلل أكثر. لكن المرأة كائن يميل للحزن أو يستطيع أن يعيش الحزن أكثر من الرجل، الرجل بحط وراء ظهره وبيمشي. أي مش من آه صح مش مش من مصلحتنا هيدا طيب كنظام كلي، خلونا نحكي الآن. الرجل تقريباً عقل الرجل هو هذه الصورة. عقل الرجل يطلق عليه مصطلح صناديقي بمعنى كل شيء في الحياه له صندوق خاص فيه الاسره في صندوق للاسره العمل في صندوق للعمل السياره في صندوق للسياره الاصدقاء في صندوق للاصدقاء ضريبه كثره الصناديق الرجل كيف بيفكر يخرج صندوقا ما من مكانه سقط قدامه فلنفترض صندوق الاسره وعاش مع الاسرة تفاصيل والحياة اليومية والسعادة والحزن بس يخلص يغلق هذا الصندوق وبيرجعه لمطرحه وينتقل إلى صندوق آخر هذه المشكلة الصناديقية شو بتخلي الرجل أبطأ في الانتقال لبينما ما يدب الصندوق ويحطه محله ويرجع يسحب صندوق آخر ويفتحه ويطلع اللي فيه ويعيش الحالة تاخذ معه شوية وقت آه يعني كثير كثير صعب يعمل الهوايه الغريبه اللي ما بنفهمها اللي بتعملوها انتم انه ممكن هلا يكون عم يبكي باللحظه اللي بعدها يصير عم يضحك او العكس هذه تقنيه مربكه للرجل مش عم نفهمها نحن عن جد بهاللحظه نحن لانه نحاول نعمل صناديق كيف هذا الصندوق ضبطه بسرعه وفتحت صندوق اخر طيب هذا شو معناه انني عندما اتعاطى مع الرجل يجب أن أتعاطى معه على أساس أنه صناديقي ما هي مشكلة المرأة بتتعاطى مع الرجل وكأنه مرأة كعقل يعني بدها تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر بلمح البصر مع لمح خليه يضب الصندوق يفتح صندوق آخر في مشكلة في هذا الموضوع لكن بالمبدأ الرجال هكذا الرجال صناديقيون بيطوروا حالهم تدريجيا نعم أكيد بطور حاله تدريجياً وبيحاول يخفف من هذا الجمود في شخصيته لكن بالمبدأ ينبغي على المرأة أن تلتفت إلى أن التعاطي مع الرجل ينبغي أن يكون تعاطي صناديقي بينما الرجل كمان بيتطلع إلى المرأة وكأنها رجل في شيء عندنا في الدماغ البشري بنسميه الخلايا المرآتية الخلايا المرآتية شو دورها؟ شو وظيفتها؟ تقوم بالتالي تقوم بتخيل الآخر على انه يشبهني بطريقة ما فاللاوعي اللي عندي بصير خليني احكي معه بهذه الطريقة تماما مثل نربي الاطفال احيانا نحن نحكي مع الطفل وكانه رجل كبير هيك عيب هيك غلط هذا مقبول هذا مرفوض هذا طفل ليه انا عم بحكي معه بطريقة رجولية ليه احيانا بقول للطفل انه عيب تبكي عيب على الكبير يبكي مش عيب على الطفل يبكي لانني اتعاطى مع آه بالعرف هي بيقول هيك هو يفترض انه مش عيب لكن اتعاطى معه وكانه نسخه اخرى مني. اول قاعده بس انا حاب مرقها هون، تعاطوا مع الاخر وفق نظام. الرجل صناديقي فلنتعاطى معه بشكل صناديقي تكسبيه اكثر. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للمرأة نظامها مختلف. المرأة نظامها شبكي بنسميه، شو يعني شبكي؟ يعني ممكن ندأره في أي نقطة بتضوي أي نقطة أخرى غير متوقعة. وهيدي شغلة ما بيفهمها الرجل وصعبة بالنسبة له. بالفعل يعني ممكن يحكي كلمة عادية تقوم تبكي. أما هو لو كرجل نعد له إياها مئة مرة ما بيبكي على هذه الكلمة. ما بيفهم أنه في ارتباط تفصيلي بين كل نقاط عقل المرأة. وهذا بخليها بالنسبة لنا نحن بنقول المرأة كائن معقد. فيكم أنتم تقولوا كائن أكثر تفصيلاً أو أكثر كفاءةً. يفترض في هذه اللحظة أيضا أن أتعاطى مع المرأة على أنها شبكية ميزة هذه الشبكية أنها تسمح لي في بعض الأحيان أن أنتقل من حالة إلى حالة أخرى بسرعة وأن أواكب أكثر من نقطة في نفس الوقت المرأة بالفعل ممكن تكون قاعدة عم تنقب البامية وعم تحضر المسلسل وعم تحكي على الموبايل وعم تهز لابنها الصغير مدري عم تدرسه حتى مثل ما عم تقولي يمكن أن تمارس مجموعة من المهام لماذا؟ لأن نظامها الشبكي يسمح لها بذلك فهي أكثر كفاءة من الرجل في المهام المتعددة وهذا رح نحكي عنه لحاله تفصيلا هي بالفعل أكثر كفاءة لكن هذا يعطينا فارق آخر أن الذكاء إما أن يكون ذكاء عرضي أو ذكاء طولي هي بنحكيها النقطة لما يوصل عند الذكاءات الرجل أذكى طولياً ولا المرأة ومين أذكى عرضياً من الآخر بالنسبة للمرأة طبعا نحن عم نحكي أنه النموذج هو هذا هذا عقل المرأة هذه الخريطة اللطيفة الملونة زهر وأصفر هذا ما يصور يبسط عقل المرأة على أنه كذلك أما الرجل كيف بشوف عقل المرأة تقريبا بشوفه هكذا <applause> هذا أقرب إلى الواقع صراحة لأنه عن جد المرأة كائن متشعب جدا وهذه لها مزايا مثل ما كنا عم نحكي نشوف كيف نترجمها في العلاقة بعد قليل نتوقف مع فاصل قصير ونكمل بقيه مزايا عقل الرجل وعقل المراه